كان العراق يمتلك فيما مضى من الزمن نظاما تعليميا صنف على أنه الأفضل في المنطقة، لكن الحروب والأزمات أسهمت بتراجع هذا القطاع الحيوي في العراق، حتى وصل الأمر إلى زيادة في أعداد الطلبة يقابلها شحة في المدارس، ناهيك عن ملفات مشاريع المباني المدرسية المتلكئة التي تسببت بظهور الدوام الثلاثي والمزدوج في العراق. الحكومة العراقية اليوم أطلقت مشروعا يأخذ على عاتقه توفير الأبنية المدرسية بأعداد كافية وفق تصاميم حديثة، فيما خول رئيس الوزراء الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع كون العراق يحتاج إلى 8000 مدرسة حاليا وفق إحصائيات وزارة التربية، إذ يوجد أكثر من 10 ملايين طالبا في العراق موزعين على 16000 مدرسة، حيث أن أكثر من 600 طالب يضطرون للدوام في المدرسة الواحدة المهيئة لاستقبال 200 طالب، فيما تنص الاتفاقية العراقية الصينية على بناء أكثر من 7000 مدرسة وفق مواصفات عالمية، في حين تسعى الصين إلى إنجاز 1000 مدرسة في وقت قياسي لا يتجاوز العام بعد موافقة مجلس الوزراء. فهل ستجد هذه المشاريع طريقها للتنفيذ السريع لتسهم في التقليل من أزمة المباني المدرسية أم ماذا؟ لبرنامج دينار على الجميل العراقي الإخبارية، بغداد.